بكل تاكيد ما زالت الاشتباكات في مخيم جنين مستمره وكذلك اصوات الانفجارات الناتجه سواء عن استهداف جيش الاحتلال الاسرائيلي بعبوات محليه الصنع شديده الانفجار او حتى من خلال اغاره الانفجار الآن ضخم نستمع اليه الان في هذه الاثناء وربما بعد قليل سنشاهد السنه الدخان تتصاعد من المنطقة التي نراها الآن كما هو واضح في مخيم جنين حيث هذه المنطقه التي يتم استهدافها الان في محيط مسجد الانصار الذي تم قصفه يوم امس من قبل طائرات الاحتلال وقالوا اننا نجحنا بتفجير عبوات ناسفه كانت المقاومه قد اعدتها لتفجيرها باليات عسكريه واننا نجحنا بالعثور على مختبرات لتصنيع هذه العبوات محليه الصنع شديده الانفجار وهي العبوات التي قال جيش الاحتلال الاسرائيلي انها استخدمت في الفترة الأخيرة بخصوص تفجير (الآلية الثقيلة) أو (ناقلة الجند)؟ التي تم تفجيرها في جنين قبل نحو اسبوعين وهذا ادى الى اصابه سبعه جنود اسرائيليين، واضح تماما هذه العمليه مستمره، هذا العدوان الاسرائيلي مستمر على مخيم جنين ولكن حتى الان نستمع الى اصوات سيارات الاسعاف بشكل واضح وبالتالي الامور الان ربما تتصاعد اكثر بعد عمليه يعني التفجير الاخيره التي حدثت وكما ذكرت ربما تكون هي ناتجه عن القاء عبوه محليه الصنع او حتى شديده الانفجار الان نستمع الى رصاص اطلاق نار حي بكثافه كذلك نشاهد الدخان ما زال يتصاعد من المخيم، اصوات سيارات الاسعاف التي تتحرك باتجاه ربما منطقه استهدفت من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي او اغير عليها لانه حقيقه لا يمكن لنا يعني مجرد متابعه صوت هذا الانفجار تحديد هذا انفجار ضخم اخر، لا يمكن تحديد يعني إن كانت هذه غارة إسرائيلية من قبل مسيرة أو طائرة حربية أو حتى من طائرات الاحتلال وسلاح الجو أو إن كانت هذه يعني انفجارات ناتجة عن عبوات محلية الصنع شديدة الانفجار لأنه في بعض المرات اعتقدنا أن العبوات التي تم تفجيرها مؤخراً في مخيم جنين والانفجارات ناتجة عن عبوات ولكن اتضح لاحقاً أنها عمليات قصف غارت الطائرات الإسرائيلية على مواقع عديدة في مخيم جنين. تتركز الاشتباكات الآن في وسط المخيم وتحديداً عند مسجد الأنصار بين الفينة والأخرى نستمع إلى أصوات طلقات نارية كان الهدوء الحذر في ساعات الصباح سرعان ما تطورت الأمور وعادت هذه الاشتباكات ولكن وتيرتها خفت نوعاً ما عن ذي قبل أي أن الاشتباكات التي كنا نتابعها خلال الساعات الماضية وأقصد منذ بداية العدوان على قطاعي على مخيم جنين كانت الاشتباكات اعنف كانت العبوات المتفجرة أصوات الانفجارات ولكن اليوم نحن نستطيع القول بأن الأمور هدأت نسبيا نوعا ما مقارنة بالساعات الماضية لكن هذا لا يعني أنه لا توجد الشبكات هذا لا يعني أنه لا توجد هناك انفجارات هذا لا يعني أنه لا توجد هناك غارات على مواقع عديدة في مخيم جنين أو حتى على أطراف المخيم في الحارات التي ذكرتها قبل قليل الحارات المطلة أمثال يعني يعني جورت الذهب وكذلك منطقه الجابريات منطقه الهدف المدخل الشرقي الغربي دوار الحصان هذه كلها مناطق ذكرتها تتعلق بوجود جيش الاحتلال الاسرائيلي الان مره اخرى رصاص حي بمحيط منطقه المخيم يتم اطلاقه اما من قبل مقاومين فلسطينيين او من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي تستمع حسن الى هذه الاصوات الناتجه ربما تكون عن اشتباكات انفجار ضخم اخر الان نرصده على الهواء مباشره وبالتالي ستتصاعد الان السنه واعمده الدخان نعم واضح تماما الان كيف تتصاعد السنه واعمده الدخان من المنطقه التي يتم استهدافها الان هل هي غاره اسرائيليه جديدة أم أن هذا هو تفجير استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي إما بزرع وبوات ناسفة شديدة الانفجار وهي مصنعة محليا أو حتى تم إلقاؤها هي ما تعرف بالكوع هنا محليا يتم استخدامه من قبل بعض الشباب وكذلك المقاومين الفلسطينيين لكن واضح تماماً أن هذه المرحلة الآن انفجار يبدو بعيد نوعا ما، ولكن أصوات الرصاص كذلك يعني انفجارات وإشتباكات، انفجارات وإشتباكات تطورت الآن الأمور. كنت أتحدث عن هدوء حذر، لكن الآن الاشتباكات مستمرة وكذلك أصوات الانفجارات أكثر من من عشرة انفجارات متتالية منذ ما يزيد عن خمس دقائق في وسط مخيم جنين. قرب مسجد الانصار الذي استهدف محيطه يوم امس. هذه الصوره المباشره وبالتالي نرصد لكم عمليه الاستهداف ونستمع كذلك الى اصوات الرصاص بين فتره واخرى شوارع جنين خاليه من المركبات وحتى من الناس معظمها الا من الاليات العسكريه الاسرائيليه التي تتحرك من شارع الى اخر ومن منطقه الى اخرى ومن حي إلى حي هكذا كما نشاهد الآن آليات عسكرية تتحرك في المدخل الشرقي لمخيم جنين يعني هي أتت من المخيم ولكن هذا الشارع هو يسمى المدخل الشرقي مم. تتجه نحو مستشفى جنين الحكومي ما زلنا نستمع إلى أصوات سيارات الإسعاف وهذا يعني أن هذه السيارات تهرع إلى المناطق التي تستهدف ربما يكون هناك اصابات في صفوف الفلسطينيين بعد عمليه الاستهداف الاخيره التي وقعت في المخيم. لكن ليس شرطا ان تكون فعلا هناك اصابات على الارض، لكن هذه السيارات هي تتحرك لمتابعه ما يجري في اطراف ومحيط مخيم جنين. الان تعود مره اخرى من داخل المخيم، من وسط المخيم نستمع الى اصوات طلقات ناريه. وربما هذه ناتجة عن تدرج جيش الاحتلال الإسرائيلي في الدخول إلى وسط المخيم والبحث عن مقاومين فلسطينيين وأثناء سيرهم وتنفيذهم هذه العملية يطلقون الرصاص في الأزقة والحواري م. للوصول إلى المقاومين الفلسطينيين عشرة شهداء حسب وزارة الصحة الفلسطينية مئة إصابة عشرون إصابة خطرة حسب إعلان وزيرة الصحة نعم. رفعوا حالة التأهب القصوى في جنين وذلك ل طبعا التعامل مع كل الحالات التي تصل إلى المستشفيات هذه آليات عسكرية تمر أيضا من المنطقة القريبة من المدخل الشرقي أشاهدها الآن باتجاه يعني المنطقة المؤدية إلى الجابريات تتحرك إلى هناك كذلك سيارات الإسعاف قريبة من المكان الذي نتواجد فيه ربما هي في طريقها إلى الأماكن التي استهدفت قبل قليل أو التي سمع فيها دوي الإنفجارات وبكل تأكيد هو يتم تحريك سيارات الإسعاف من خلال غرفة الطوارئ الآن جيش الاحتلال سنحاول مرة أخرى نعم مم. آه، انفجار هذا جديد اخر مم. نعم. وسياره الاسعاف تبدو في الصوره نعم مم. يعني على ما يبدو ان هذه الانفجارات التي نستمع اليها حسب يعني ما يرد الي الان بان ربما هذه الانفجارات هي ناتِجَةً عن عمليه قصف جديده لاهداف عده في مخيم جنين. <مم> طيب يعني في ظل هذه الظروف رائد يعني الى اي مدى يمكن لطواقم الاسعاف ان تتحرك يعني دون استهدافها او منعها من الوصول الى المصابين؟ الان الان تمنع سياره الاسعاف، الان تمنع سياره الاسعاف، يعني انت انت سؤالك الان على سياره الاسعاف التي تمنع، هم اغلقوا مم. الشارع امامها. باتجاه منطقة حي الجابريات، حاولت التوجه سيارة الإسعاف، حاولت التوجه سيارة الإسعاف باتجاه منطقة الجابريات، لكن منعوا منعوا هذه السيارة من المرور، أراها الآن تتراجع وتعود أدراجها إلى منطقة أخرى، ربما ستحاول أن تسلك طريقاً مغايراً حتى الوصول إلى منطقة الهدف أو المنطقة التي تود الذهاب إليها، وليس شرطاً أن تكون هذه السيارات يعني قد تتوجه إلى إلى إصابات، أولاً ربما البحث عن إن إذا, إذا, إذا كان في هناك فعلا إصابات أو حتى ربما هناك حالات مرضية ربما هناك حالة ولادة ربما هناك حالة طارئة م. تود التوجه إلى المستشفيات واضح بأنه يتم إعاقة سيارة الإسعاف أستمع إلى صوتها ما زالت تقف في وسط الشارع جيش الاحتلال الإسرائيلي أغلق المنطقة التي تود يعني سيارة الإسعاف المرور منها وبالتالي هم تحدثوا أيضا جمعية الهلال الأحمر مدير صحة جنين الدكتور صبيحات الذي تحدثت معه حول هذا الموضوع تحدث عن إعاقة لعمل الطواقم الطبية وكذلك عن يعني العوائق التي تواجههم. الإغاثة الطبية الفلسطينية قالت بأن قوات الاحتلال استهدفت فرق وسيارات الإسعاف في مخيم جنين وأعاقت إسعاف الجرحى والآن تستهدف مستشفى جنين الحكومي كما جرى سابقاً بقنابل الغاز وشهدتم كيف. تساقطت قنابل الغاز بالعشرات على محيط بل داخل ساحة مستشفى جنين إحدى الآليات العسكرية التي تحمل قاذفا على إحدى الآليات العسكرية تم استهداف المستشفى وتم استهداف الناس هناك وكانت الصور واضحة أمامكم وهذا أدى إلى إصابة واختناق العشرات من الفلسطينيين لسيما المرضى يعني الذين هم في مستشفى جنين